فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: امرأة لها ضرة قد آذتها وضيقت عليها في معيشتها، يقول: فتركت بيت زوجها وسافرت إلى أهلها خارج المملكة. امرأة لها ضرة قد آذتها وضيقت عليها في معيشتها، فتركت بيت زوجها وسافرت إلى أهلها خارج المملكة، وقد توفي الزوج الآن ولا تستطيع الرجوع إلى بيت زوجها في المملكة بسبب المشاكل التي كانت بينها وبين الضرة، يقول: فما الذي يلزمها؟ هل يجب عليها أن ترجع لأجل الإحداد والعدة؟ إذا كانت تتضرر من رجوعها وهي سافرت مسافة طويلة، يعني بعيد أكثر من 80 كيلو، تتضرر بالرجوع فلا ترجع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.